أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أثاره النائب شعيب المويزري عن قيامها بتزوير معلومات وتزييف حقائق في إجابتها على سؤال برلماني، موضحة أن اتهامات بهذا الحجم حملت مساسا بالقسم الدستوري الذي أقسمته، كما حملت مساسا بنزاهتها وامتدت إلى حكومة سمو الشيخ جابر المبارك وتستوجب إجراء تحقيق قضائي.